شهد ملعب لوجينكي في العاصمة الروسية موسكو حفل ختام بسيط لكأس العالم 2018 قبل النهائي المرتقب بين فرنسا وكرواتيا امبارح الأحد، وشهد الحفل وجود الممثل الأمريكي ويل سميث والنجم البرازيلي رونالدينو اللي عزف على الإيقاع في أغنية روسية تراثية. توج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 بنسختها رقم 21 بعد فوزه على منافسه الكرواتي، وشهد التتويج حضور الرئيس الروسي بوتين ورئيس فرنسا ماكرون ورئيسة كرواتيا، ورفع لاعبي فرنسا الكأس تحت الأمطار في مشهد لم يشهده كأس العالم من قبل. دخل لاعبو المنتخب الفرنسي إلى المؤتمر الصحفي واحتفلوا مع المدرب ديشامب وقاموا بممازحته في أجواء احتفالية مجنونة ورائعة. مثل ما عودنا بول بوجبا على حركاته الترفيهية، امبارح خلال مقابلة صحفية لجريزمان بعد المباراة اقتحم بوجبا المقابلة وقلده بحركته المشهورة اللي بيعملها بعد تسجيل الأهداف. Quels sont les mots que vous avez pour décrire ce que vous ressentez? On est très heureux, voilà, on est c'est une grande fierté pour nous. بنضل مع نهفات بوجبا وسخريته من المنتخب الإنجليزي بجملتهم اللي أطلقوها خلال بطولة كأس العالم بأنهم رح يرجعوا الكأس لبلادهم. It's coming home. It's coming home. Sorry. Sorry. Do whatever you want, man. Sorry. It's your moment. Nothing counts. No, but it's coming home. من فرحة اللاعبين لفرحة الجماهير وملايين الفرنسيين اللي احتفلوا بتتويج فرنسا بلقب كأس العالم، احتشد في باريس 90,000 شخص تقريبا عند برج إيفل وغنوا النشيد الوطني وأطلقوا الأبواق ولوحوا بمئات الآلاف من الأعلام الفرنسية وامتلأت الأجواء بالألعاب النارية. Thank you.
بالرغم من أجواء الفرح، بس للأسف خلال احتفال الجماهير الفرنسية بفوز منتخبهم في المونديال وقعت أعمال شغب في الساحات العامة، وقعت اشتباكات أيضا مع مجموعة صغيرة من الجماهير. التقطت عدسات المصورين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتخلى عن دبلوماسيته والرسميات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، واحتفل بكل عفوية بفوز منتخب بلاده بكأس العالم في مونديال روسيا. أهدت رئيسة كرواتيا كولانديا غرابر كيتاروفيتش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قميص لمنتخب بلادها مطبوع عليه على ظهره اسم بوتين قبل ساعات من مواجهة كرواتيا ضد فرنسا في نهائي المونديال. Bih reći nešto, ne samo kao predsjednica Republike Hrvatske, već i kao pasionirani fudbal. Ovo prvenstvo koje je Rusija organizirala. سلطت الصحف الفرنسية الضوء على تصرف وصفته بالنبيل من جانب الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اتجاه سيدة فرنسا الأولى بريدجت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم، اللي تخلى عن مقعده في الصف الأول بالمقصورة الرئاسية في الملعب لحتى يقعدها. الأمير دي قطر كي سي روندو كونت كو البريزيدون ماكرون نتي با اسي ا كوتي de Brigitte, sa femme, et donc il est allé chercher Madame Macron pour dire « Allez-y, je vous en prie, allez vous mettre à côté de votre mari pour cette finale. » Bien plus galant que le président Poutine, quelques minutes plus tard, sous la pluie, qui garde la parapluie pour lui seul. Voilà, c'était une petite image. مثل كل بطولة كأس عالم في التاريخ، شاهد مونديال روسيا لحظات جميلة وسيئة وطريفة تركت أثر كبير في قلوب جميع المتابعين. Choosing to look himself. Here we go. To have to make. This is the